أينما كنتم أسعد الله مساءكم في سهرة كروية جديدة من برنامجكم داخل الديزويد اللي تعودت عليه يجيكم سهرة كل جمعة. اليوم في غياب زميلي حكيم بلقيروس فيسا اللي راهو غائب لأسباب خاصة، من أولو راح يكون العودة تاعو بداية من الأسبوع القادم. قبل ذلك كما تعودتوا في كل أسبوع راح نناقشوا قضايا اللي تهم الكرة الجزائرية وأيضا لصنعة الحدث خلال هذا الأسبوع، دائما بالمحللين اللي ولفتوهم محمد قاسي سعيد على الجهة اليمنى. مساء الخير كمال. مساء، وأيضا بجانب محمد خزروني. مساء الخير كمال. اليوم منا 2 مليون تيرا ريكيبيراتير. الله يبارك. وعلى يساري أيضا فاروق بالقايد اللي التحق بينا وبالبرنامج ديالنا. مرحبا بك فاروق. السلام عليكم. مرحبا بكم. وكما ولدتوا للصحفي رفيق وحيد الإعلامي في يومية الخبر اللي دائما يكون في القضايا الساخنة. يعطيك الصحة، شكرا للإستضافة. شكرا. هذا الأسبوع كما تبعتوا كانت هناك واحد التصريحات اللي يقولوا أثارت الرأي العام وكانت خلقت الاهتمام وكل الناس تحل تكلمت عليها، كل واحد وش عطالها مفهوم، كل واحد كيفاش قراها. احنا اليوم راح نحاولوا نسلطوا عليها الضوء ونشوفوا مع المحللين تاعنا هذه القضية وشنو هذا هما التصريحات راح نكتشفوها في قضية الأسبوع. في خرجة جديدة من خرجات الناخب الوطني كريستيان غوركيف، أكد من خلالها الملل الشديد الذي يشعر به من خلال إشرافه على تشكيلة محاربي الصحراء، مما يجعل التساؤل يطرح عن الفائدة من تجديد الثقة في مدرب لم تعد تستهويه مهنة تدريب المنتخب. L'intérêt de la ligue fermée ça doit favoriser le jeu parce que il y a pas les gens, la pression du résultat est moindre, donc normalement on devrait avoir des équipes qui sont plus soucieuses du spectacle. غوركيف لم يتوانى في تخييب الثقة العمياء التي كسبها من الفاف منذ أشهر من خلال إحراج مسؤوليها وتأكيده على رغبته في التدريب في الدوري الأمريكي وبالتحديد في كندا على مواصلة الاستمرار مع الخضر. Mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Alors bon, maintenant je commence à être vieux, donc je dirais que ce serait plutôt un retour aux sources, je dirais, pour moi, donc pour la fin de carrière. Professionnellement, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est extrêmement motivant ici dans le continent nord-américain, enfin en général. انتقادات وعلاقة باردة مع الجزائريين من أستاذ الرياضيات، إضافة إلى تصريحات تحمل في طياتها مللا من قيادة محاربي الصحراء. فماذا سيكون موقف رئيس الفاف من شطحة غوركيف؟ وهل سيكون مصيره مصير حالي لوزيتش حتى وإن اختلف الإخراج؟ غوركيف ليس مرتاحا بالعمل في المنتخبات، هو مدرب للأندية كما الكل يعرف، كما تعرفوا أنتم اللي تتابعوا فينا. هو يقول، نبدأ بك محمد قاسي سعيد، لست مرتاحا في العمل في المنتخبات، ماشي في الجزائر مي لا سيليكسيون قالك مانيش آلاس. لا، احنا كنا عارفين من قبل، هو مدرب تاع نادي، كان في نادي لوريون، نادي صغير، اليوم راه في الجزائر التحق بمنتخب كبير. ولكن الشيء الغريب هو يا كمال، غوركيف مشى لكندا برخصة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المفروض راح يعمل محاضرات في كندا، المفروض يتكلم على الكرة العالمية ومشاكل اللي وجدها ولا ما وجدهاش الجزائر ما يتكلمش عليهم، لأن اليوم راح تمد محاضرات لكنديين أو أجانب في كندا، المفروض ما تكلمش على الجزائر. اليوم غوركيف ربما يمد يعني كلام وين يقول يخليك تخمم، هل راح يوصل المشوار تاعه والعمل مع المنتخب الجزائري؟ هذا لست أدري، ولكن نظن باللي رئيس الاتحادية لو راح يوقع له هذا المشكل نظن باللي عنده البديل. محمد، أنت لما تشوف هذا المدرب هذا يقول لك أنا كأول تجربة له في المنتخبات، على بالنا باللي هو خدم 26 سنة كمدرب في لوريون، في لومون، في نيس، الأندية صغيرة، لما تشوف هذا المدرب عنده ربما عامين وأكثر من عام ونص هو راه في الجزائر، يقول لك مازال ما والفتش الخدمه في لا سيليكسيون، ماذا بيا نعاود نولي لي كلوب ونونطريني كل يوم، مام لا فورماسيون، مام تلاقى بالناس كل يوم. ما تشوفش بلي ربما الاختيار من الاول كان خطا، لانه احنا جبنا مدرب ما عندوش خبره في المنتخبات. شوف، في الحقيقه كمال، هي ديال ديبار ما كانش عنده الصدر لومبرور تاع الفريق الوطني تاعنا، ما كانش كان ينجم يكون مدرب كبير للمنتخب هذا الحالي اللي راه دركا. فيما يخص كوركوف، كوركوف سي انا بور مو سي ان فورماتور، سي با ان سيليكسيونور، باسكو كاين دي فوا شفناها لا دانيير فوا كيما حكينا، قلنا باللي هذا الانسان كي جا صاب لا بريسيون في الجزائر، باسكو منتخب كبير، الناس تنفس غير كره القدم، شاف باللي لا بريسيون كبيره. اليوم هو كان مدرب كيما قال خويا محمد، كان مدرب في لوريون،
كان عنده لي زيكول لا بريسيون مكان سي تان بيتي كلوب سي با بي اس جي سي با مارسي سي با اليوم جا الفريق الوطني سي اكثر من البي اس جي اكثر من اكثر من الفرق الكبيره اللي في اليوم بهذا الفريق بهذو اللاعبين بهذو الامكانيات اللي راهم اليوم هذا لو كان جا في وقت 10 سنين افو واش يهرب هذا ما يدخلش للجزائر ربما يجتمع هاد لا بريسيون رفيق قبل ما نجي للفاروق يقول لك لا بريسيون ما كاش ربما قال لك في لوريون ما كانش عنده ضغط كبير لانه كان في فريق صغير مع احترامنا لوريون هو تانيك من لابريتون شغل ليكيب صغير يكتبوا عليه في ليكيب انا كي نشوف جورنال ليكيب يكتبوا يا ربي فقره ولا بوتا كيما نقولوا لها جا ليكيب ناسيونال الجزائريه الاعلام كاع مسلط عليه الشارع ايضا في حتى ولا يدير حوارات في صحف فرنسيه اكثر من اللي كان يديرها اونك اونترينور في فرنسا رفيق ما تشوفش بلي ربما الضغط هذا اللي بدا يكثر عليه رجعوا يقول نيمبورت كوا ولا يطلق هكذا تصريحات ماشي مسؤوله تكون مفهومة حتى في السياق تاعها سي ان اونترينور اللي كان فورماتور يعني يخدم لو كوتيديان مع لي كلوب مع لي جوار كان عندهم بروغرام شارجي اليوم تحول بين عشية وضحى الى مدرب يعني الى ان سيليكسيونور اللي عنده يعني مواعيد باينه وين يخدم يعني صح كان شارج ورا ورا لا اوكي لا نو هو لا. هو يعترف اليوم ضمنيا بانه ما راهو سيليكسيونور اليوم يعني ربما حن الى العمل كفورماتور هذا هو الميساج عطاه هنا اليوم يقول لنا من خلال تصريحاته انا مانيش ان سيليكسيونور اي سي تو في نورمال انه ربما يقدر نونترينور اللي يخدم بتات شحال 15 ولا 20 طون اون طونك فورماتور ويصيب اليوم روحه سيليكسيونور يحس الفرق من الجانب المهني اما من جانب الضغط سي توتا في نورمال انه كان مدرب ما خدمش كما قال محمد مع انديه كبيره في 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 فرنسا ولا في في اوروبا ما عاش هذاك الضغط ما عاش الضغط حتى الاعلامي والجماهيري اللي كان اليوم يعيشوا مع المنتخب الجزائري يشوفوه 2000 سبيكتاتور ويصفقوا اغلبهم الجنس اللاطيف في 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 اليوم في لوريو لا لا عند لا لا من ناحيه لا لا من ناحيه التجربه خلينا نسمعوا فاروق انت ربما نستغلوا ربما ما عندكش بزاف من الاحباس وطونك جوار انت راك لاعب في المنتخب الوطني نقولوا تسمع بلي المدرب تاعك قال لك مازال ما عرفتش الخدمه في المنتخب وشغل بالك تقرا لها ميساج بلي وحاب يروح وطونك جوار انت على بالنا بلي هاد التصريحات اللي كانوا تناولهم كاع وسائل الاعلام انت وطونك جوار بالك في لا سيليكسيون كيش راح يتقبلوا ولا كيش راح يتلقاو هاد التصريحات فاروق انا ليا مدرب ليكم طموح لازم يكون يحكم فريق وطني فريق وطني كبير كما الجزائر هذا كان في لوريو جا الفريق وطني نورمالمون عنده طموحات باش دوكا يلحق الوقت اللي رانا فيه انا قريب باش ندخلوا في التصفيات تاع كاس العالم يقول لك انا لي جوار يتاثروا فريق بك يسمع تصريحات كيما هذه نو انا اونطونك نكون جوار انا ما نقدرش باسكو انا راني خدام راني ان جوار انا لونطين اللي يجي انا او كونترير انا ماذا بيا يجي اونطينر باسكو هذا لو فات لي خايف يكون في فارق وطني انا اللاعبين ربما انا ك هاد اللاعبين تاع المنتخب الوطني كانوا ساندو غوركوف لافير الخرانيه كانوا قال لك نقعد لنا حتى الركائز هضروا مع رئيس الاتحاديه قالوا ما دابينا يقعد ساندو باسكو حنا اليوم يسمعوا باللي المدرب تاعهم ماهوش الاف صح اليوم انا نسمح لي فازي مو يساندوه كي يكون هو تاني على اوتور يساندوه دوك لا كان هذو لي ديكلاراسيون تاع انسان يخاف ما عنده ما يدير به ميم جواري لي سونسي طونك جوار تاع سونتينور ديالك خايف راهم الاز معاه باش نعطوا لها نو الاز هما باسكو ماناش هنا في كراش ولا حنا عندنا ان اوبجيكتيف لازم يلحق له هذا لونترينور لو يقول لك انا ما ولفتش نخدم في منتخبات وكدايا وانا تاع تما انت هذا بين بلي هذا اونترينور تاع فريق في حجم لوريون يولي لوريون وعد الجزائر عندها امكانيات عم تدولو امكانيات كبار تشوف السالير ديالو نقدروا نجيبوا مدرب بحجم الفريق الوطني واللي ما تكونش عنده هو لا بريسيون جاته من دو ماتش اميكو سي جوي شاف لا بريسيون تاع البوبليك ما قدرش يكمل هذه ربما هذيك النقطه كانت المنعرج في المشوار تاع غوركوف بدليل انه في منذ تاريخ تاع المواجهه تاع تنزانيا لو 18 فيفري خلال 110 ايام يعني 4 شهور تقريبا قريب ربع قعد 14 يوم برك في الجزائر يعني ما راح لاصي راح طربوس تاع المنتخب المحلي وعاودوا له طربوس تاع المحلي حاجه واحده اخرى ما قعد كاع في الجزائر ما يشوف لي ماتش كان كلفنا بالنغيز ربما هذا المدرب حب يقولنا باللي مام نجي غير النهار يكونوا لي ستاج ماشي قاعد ميم با في الجزائر الوغ كو هو من الاول
كان عنده بروجي، كان حاب يحكم لاديتيان يعني، كان حاب يشوف لي زاكاديمي، كان يحاب يشوف لي، ربما نقدر نقولوا باللي الحق وين او سارتا مومو اللي كره ربما رافق. شوف كمان نقطه تحول تاع علاقه غوركيف بالجزائر نقول بصفه عامه، هي لي دو ماتش اميكو تاع لاغيني والسنغال، تم تغيروا بزاف معطيات. اول شيء انه اصطدم بالانتقاد بالضغط الجماهير اللي كان ما كانش متعود عليه حينما كان مدرب لنادي. اليوم يعني كي بدا مع المنتخب ما عاش ضغوطات كبيره، حقق نتائج، لكن المنعرج كان الانتقادات يعني التصفيرات عليه في ملعب 5 جويليه، ثم موقف رئيس الاتحاديه منه بعد تصريحاته الناديه يعني الى كريتيكي مام لجورناليست، قال يعني الى ديباسي مام لي ليميت، وما كناش نتعودوا على تصريحات غوركيف بهذا الشكل. هذا النقطه التحول يعني موقف الجمهور، موقف الجمهور خلافه مع الصحفيين، ثم موقف رئيس الاتحاديه منه هو اللي خلاته اليوم يقتنع بانه يجي يدير واش كاين في الكونترا تاعو، بدليل انه حتى الكلي تاع المنزل اللي عطاه له لافيديراسيون ردوا لافيديراسيون، وجا اليوم اعطاها صراحه اني علاقتي بكم الكونترا سي ليكيب اي ليكيب ابريم. بزاف محمد، 4 شهور ما يجيش للجزائر غير 15 يوم، اسبوعين فقط في الجزائر، 65 الف يورو شهريا ماشي حاجه قليله. مدرب هذا الملامح نقولوا بالك راهو يبعث في رسائل غير مباشره رئيس الاتحاديه باش يدفعوا للاستقاله، لانه على بالنا باللي هو باش يديميسيوني يسمح في كونترا اللي مازالو تعامل شويه. هو يقول قلت لك كمال الضغط كما تكلمت مع تكلم رفيق، الضغط عنده مقابل رفيق، عنده راتب شهري في مستوى عالي المفروض يتحمل الضغط. بالنسبه لي ماهوش مدرب، راهو ناخب. وعلاش ما يقعدش في الجزائر؟ ماهوش مدرب وكلفته عطات له كل شيء. كمال ماهوش مدرب، هو ناخب سيليكسيونور، عنده لاعبين اولا، لماذا يقعد في الجزائر؟ قول لي علاش يقعد في الجزائر؟ تربص المنتخب المحلي، هل عنده لاعب؟ ماهوش المنتخب تاع المحليين يشوف لاعب البطوله الوطنيه. خليني نكمل لك، ترغموا اداريين من حق الاتحاد، ترغموا انه يقعد في الجزائر. نكمل لك رفيق، اليوم المنتخب تاع المحلي ما يهموش، هو اللي يهمو المنتخب الف، المنتخب الف اللاعبين كلهم ينشطوا في اوروبا. وعلاش نجي نشوف المقابلات تاعكم تاع هذه البطوله المنحرفه اللي يقول لك معك محتاج لاعب لي قادر يلعب في الفريق الوطني، ولهذه الاسباب ما يجيش الجزائر. سي با جوست، سي با نورمال شيخ، سي با نورمال، سي با جوست. لا تفكروا اسمح لي محمد، واحد علي لوزيتش كي كان عنده خلاف مع رئيس الاتحاديه كان يروح ويقول يعني عادي، واش فرض عليه رئيس الاتحاديه كي دخل معاه في خلاف؟ دار له كوم سي البونتاج، انت مدرب هنا تخلص حتى ما عندك والو تكون في الجزائر، رغم عليه انه يكون في الجزائر اداريا بالكونترا غلباته لا فيديراسيون، علاه ما دارش نفس الشيء مع كريستيان غوركي؟ بهديله كبيره، لا سوبر كوب ما يجيش كم تزاير فلسطين، سي با نورمال، يكون هنا باسكو اليوم الرساله ما يجيش، الرساله خلاص هذا يقولنا باللي انا عندي معكم غير ليكيب ا اللي نتلاقى بها في سيدي موسى. اي مدرب على بالك كيما اللاعبين عجب لي ربي لا ديكلاراسيون تاعو سافو تو دير، سادير انسان حب يروح ديكلارا بهذه الطريقه. وانا قلت لك ديال ديبار كان هذا الناخب الوطني ما كانش عنده هنا، ما عرفنا باللي هذا ما ينجمش يكون تاع لا بريسيون، ما ينجمش يكون في 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 منتخب كبير اللي عنده شعب يحب كره قدم، اللي عنده شعب يدير لا بريسيون. لا ديكلاراسيون بلوس، اسمح لي خويا كمال، غير لا ديكلاراسيون تاعو تاع الضربه مع لي جورناليست، قالوا الجورناليست سقساه قالوا دير الوادر، صدر هي دي تريك اللي ما ينقالوش. محمد رايك حبيره؟ اه محمد خاسي السعيد انا نضل يعني يسمح في 65 الف اورو شهريا، يسمح في كاع البريستيج اللي راهو مدرب يسمح ولا ما يسمحش؟ حب يروح ولا ما يحبش يروح؟ في رايك انت؟ انا في على حسب التصريحات تاعو، على حسب الخرجات تاعو، ما نقدرش ندخل داخل مخو، ولكن البلان بي موجود. ما نظنش انا باللي الجزائر بالحجم تاعها بالكبر ديالها ما وجدتش ان بلان بي في ذا سورت ما رحل علينا غوركيف. نظن الرئيس الاتحاديه راه موجد رفيق. محمد قبل ما نهضروا على الخليفه ونهضروا على المستقبل، نروحوا نسمعوا واش رايكم الانصار تاعنا، واش رايهم بين حب يقعد غوركيف ولا حب يروح غوركيف؟ تما ورس الحرام يديرك ناسيونال يصلح الكلوب اللي كان يتمك الكلوب يخدم اخر تسمي لك في ناسيونال بارسك لانترينور ديال ناسيونال عمرك الى قديري ستان غران انترينور مي ليك يتمي 8 ساعه ديال فاك يتمي الكلوب يسخر الكلوب باغي جاي فور بيان. ديكلاراسيون تاع غوركوف حنا مادا بينا يروح ديجا هو واقيلا راهو في فرنسا واقيلا ومادا بيه دوك ما يوليش مي با بارسكو لونترينور المليح طلقوه ديجا الاولاني حاجه جيش طلقوه وهذا مادا بينا يروح كان يروح خير تسمى مليحه لينا وليه لي دو مليحه لينا وليه بارسكو هو انترينور تاع ايكيب
تما ايكيب كما يقولوا كلوب كلوب فوالا كان رايح هو عاود ولا عاود يشدو هكذا غلط في الماتش هذاك الاخراني كيما لعبوا مع انزانيا تما اللي غلط هو كان رايح عاود رجع على كل حال ما نحتاجوش احنا هذاك غير ما غير يروح يشوفونا واحد اخر مليح وخلاص باسكو احنا عندنا اللي جوه تاعنا نيفو عالي عليه ما يقدر لهم شو هو المستوى تاعو هابط عليهم بزاف احنا عندنا اللي جوه نيفو عالي واش بيه راك شفت وياهم يلعبوا وين ايه لازم واحد يكون عطينا كبير مازال مستوى ضعيف هذا قلت لك ما كاش كاع هو شوف هو ما قالش قرعت من الجيري تسمى الخدمه ما ساعدتوش الخدمه اللي عطيناها له احنا ما ساعدتوش راك فاهمني باسكو هو يخدم حب يخدم كل يوم وحنا كل ربع شهر يجي يخدم 10 ايام ويروح راك فاهمني هذه هي مي هو على كل حال ما ماشي لونطرينور اللي يليق بليكيب ناسيونال بيسك عندنا لي كرون لي جوار اللي لعبوا في كرون دي زيكي في لوروب يا ليكيب ناسيونال يسالو لونطرينور اكثر وفي رايي انا جيبوا لونطرينور اخر منه رفيق قالوا لعبنا كونتر انزانيا مازال ما جاتش هذه انزانيا هذا هو الجمهور تاعنا اللي نحيوه شفناهم باللي كامل راهم كونتر ما نقدرش نشوف انا مانيش متفق مع الانصار انه مدرب يعني من المستوى تاع قول كيف نقولوا مستوى منحر ما تقدر ما عنده مستوى عالي ودربه وعنده خبره يا با بروبليم المشكل انه ما هو سيليكسيونور سي انفورماتور ما تقدرش تقلل من قيمه مدرب هذا الحاج انه يمد دي دي, دي, دي كونفرنس برا لان على الشيطان يا جماعه ماشي هكذايا نو سي نوترينور اللي ما قدرش ينجح مع لا سيليكسيون ما قدرش يتحمل الضغط ما قدرش يلبس ثوب لو سيليكسيونور سي تو هذا هو المشكل فارق واش اسمح لي رفيق قطعتك فارق واش خلى ربما الحب الموده بين الشعب والانصار والنوترينور هذا ما يحتضنوش وما يحبوش وما يكونوش معاه شفنا حتى في 5 جويليه حتى في بليده عمرنا لا شفنا كيما بس معناش اهازيج تاع الله اكبر حليلوزيتش ولا يحيوه هذا النوترينور غوركوف ما يحبوش اي خلاه باسكو عباك شكون قبلو كان اليلوزيتش اليلوزيتش خلى ايماج تاعو هنايا وين الشعب كاع حبوه اون بليس راح للمونديال ودار جاز الدوزيام تور وشفنا واش داروا ليكيب وهذا كي جا شغل اللي ماشي كي جا فرنسا بالا ماشي كي جا فرنسي بالك ما ندخلوش في هذه واحد اخرى الشعب تاعنا على بالنا حنا توسكي فرنسي بالك نجينا شويه منه هو كمال هو ما مشاش مع العقليه تاعنا لو فات ديجا لا ديكلاراسيون الاخرى قال لك انا مانيش عالاز مانيش عالاز كومونترينر هنا في كيب ناسيونال وصار له مشاكل مع لي جورناليست وماش يقعد هنا بزاف انا بور مو بيان سور احنا الشعب تاعنا يحب بالون يحب فريق وطني ديالنا هادو هما التصريحات ديالو اللي خلات الجمهور الجزائري ما يحبوش فانا قلت لهذا المدرب لما جا في 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 المره الاولى بان لي مدرب يعني نيه ويحترم الناس ولكن من بعد نهار تكلم على الجمهور على المحللين على الصحافه ظهر لي كانه محمد وهذيك التصريحات كان رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم محمد الروره هذيك التصريحات كان ندد بها وقال لك لازم يكون ريسبونسابل اكثر في التصريحات اعطينا التسجيل الصوتي تاع محمد الروره وحتى نسمعوا لا رياكسيون تاعو مور ديكلاراسيون تاع غوركوف n'engage que lui-même et chacun est responsable de ses déclarations et de ses propos de toute manière quel que soit X on se doit de garder son sang-froid on se doit de garder sa sérénité et notamment quand on est responsable on doit donner l'exemple سمعنا رورا وربما ما كانش راضي على التصريحات تاع غوركوف هذه بعد مباراه السنغال هذيك اللي هاجم فيها الصحفيين وايضا الشارع ما تشوفش محمد هذا لونترينور خدمته الظروف نوعا ما لا كوب دافريك شفنا انيشاك خرجنا من الكارت دو فينال ربما جاست هذاك تعليمات تيما هو ما حبش يروح قاعد مع المنتخب الوطني هذاك جاست يحسب له روراوا ما حبش ينحبوا ماشي هي لا ريزون الاولى لا ريزون دوزيام في مارس جوست مور لا كوب دافريك في جونفي في مارس كانت انطلاقه تاع التصفيات تاع التصفيات الافريقيه دونك ما كانش عنده الوقت باش ينحيه بين جونفي ومارس هذه الاولى دوزيام اللي كانت عنده في الماتش تاع تنزانيا اللي درنا فيه دو دو تما وكانت عندنا الروتور لهنا ربحنا 7-0 هذاك ثاني ظرف خدمه نقولوا الاخفاق مام هذا المدرب لو كان يخليه حتى لا كان 2017 ويزيد يخفق ما يحشح يكون عندنا وقت بزاف لأن نكونوا في قلب التصفيات تاع المونديال اللي راح تنطلق في شهر اكتوبر راح نكونوا تقريبا في المباراه الثالثه رافع ما تشوفش باللي هذا المدرب يعني سي لوكازيون وجامي باش روروا ينحيه ولا هو يستقل لانه التصفيات سمحوا لي هضرت بزاف بصح التصفيات راح نضمنوا التصفيه التاهل لكاس افريقيا في مارس لماتش تاع ليتيوبي لو كان ربحوا الي روتور راح نكونوا كاليفي اذا روروا راهو امام فرصه ذهبيه باش ربما
يتنحي هذا لونترينر؟ هي ديال ديبار ديجا راك هضرت سالت وجاوبت في الحقيقه. هي ديال ديبار لونترينر ديجا يا دو دو فوا بروبليم مع غير مع روراوا لا ديكلاراسيون اللي حكيت عليها، والثانيه هذه تاع اللي راح لاشين يا اخي هكذا الكندا الكندا، وزاد هضر على الشيء اللي ما يهضرش، باسكو اليوم راك مدرب تاع الفريق الوطني، راك ناخب تاع الفريق الوطني، ما تروحش ديكلاري تروح دير ديكور. اسمح لي تاع الوقت تشوف في هذا الوقت المومون نقدروا نستغني عليه نورمال، راح نضمنوا التاهل لكاس افريقيا في مارس وحتى كمال اكتوبر كمال كنت لا تنزاني قلت يستغناو اليوم يستغناو دوك ما فيه وقت ما فيه وقت اليوم تنحي اخر من اليوم بعد. احنا اليوم فوقيري لو مال دركا باسكو علاه لا كان تزيد تعاود تكرر تقول ومن بعد ومن بعد وين رايحه ومن بعد لا ديكلاراسيون تاعو ما نشوف فيها هذاك سون ديغيير لونترينور هذا هو دوك بالك لانكونفينيون دوك لي جوار راهم واقفين مع المدرب هذا ودوك كيما يقول لك الحاجه راه وراهم ما يقدرش دوكا يخسر جوج يخسر المدرب ويخسر اللاعب رفيق اسمح لي رفيق لانه شفنا المنتخب المغربي مثلا دار رونار عندهم تصفيات كيما احنا رانا مافونسين عليهم في لاكوب دافريقيا انا ميو بلاسي رانا في المرتبه الاولى يعني لو كان نربحوا ليثيوبي لو 25 لو 29 راح ندوزو مباشره الكاس افريقيا. يبقاو لك مارس يبقى لك افريل مي جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر تنطلق تصفيات لكاس العالم لانه المباراه اللي لعبوهم في جوان كونتر سيشل وليزوتو يقعدوا بونوس ملاح غير في الكلاسمون 8 شهور دوك انا ما على باليش مانيش فني 8 شهور نبلاصيو اونترينور مع في منتخب وقت بزاف ولا ماشي بزاف لا انا مانيش فني كيما انت ولكن نقول لك كمال اليوم اذا كان عند النيه اذا كان داي كافي وقت كافي رئيس الاتحاديه انا مقتنع انه اقتنع بان غوركوف ماشي قادر يعني ياخذ المنتخب الجزائري ويحقق به نتائج كبار لانه مدرب اوندر كيمي عاقل ما قدرش ربما يسيطر على المجموعه على خلاف علي لوزيتش اللي كان عنده سلطه وهيبه على اللاعبين ربما بهذه الطريقه تاع علي لوزيتش اللي كسب ود الجمهور الجزائري لكن اسمح لي محمد تكفي لا لا اسمح لي هذا المدرب هو ويشوف في روحه بلي ما ينجمش في الفريق الوطني ما فيش مشكل يعاود يولي لا يخدم دي تيان بوليزون لا كاتيجوري جون يخلوه باسكو سي فيري فورماتور اسمح لي ويجيبوا مدرب يجيبوا مدرب لباس به نكملوا به الشيء اللي رانا نواسوا عليه هذا واش حبيت الوقت مناسب انا لي راك ديال الوقت كمال وقت مناسب اذا كان المدرب رفيق اسمح لي لو تحب تنحي المدرب اليوم تنحيه ما تنحيش جويليا لا ماشي لا مش كمال لا مش سي ابري مناسب اليوم خير من الغدوه لا محمد اسمح لي ما كاين هناك عده معطيات لازم نحطوها ناخذوها بعين الاعتبار اليوم على بالكم رانا تروازيام سي بلون افريكان في اسمو فيفا وعلى بالكم بلي لو 25 جوا كانت تصفيه سحب قرعه المونديال 2018 ولو كان اليوم كاين تروا ثلاث يعني تصنيفات اخرى شهر افريل مي وجوا لو كان اليوم نصيبوا رحنا ماشي بارمي لي 5 بريمير راح نكونوا في الدوزيام شابو يا جماعه. واليوم باش نحسنوا الترتيب تاعنا لازمنا لي دو ماتش هذو دوبل كونفرونطاسيون مع ليثيوبي. اليوم لو كان تحل المدرب في هذا الوقت تقدر تاثر على المنتخب الجزائري ترهن حظوظك باش تتاهل يعني فاسيل مور لاكوب دافريقيا اونكور تقدر تكون في موضع حرج خلال التصفيات. من المفروض لا من المفروض مقابلات مو المقابلات عندك وقت جوستمون سي ابري ماتش تاع ليثيوبي نقول لك قبل لا ماتش تاع ليثيوبي راني شاك في لي دو ماتش هذوما رفيق نو يكون اني شوف يكون اني شاك كيفاش راح نديرو مع المدرب هذا ما تقدرش يكون اني شاك يقدر يكون اني شاك ولكن اليوم لو كان تنحي المدرب ويكون اني شاك هذا واش راني نقول لك التاثير تاعك كي تنحي المدرب ودير اني شاك اكثر من يكون المدرب ويدير فو با. اسمح لي احنا ما قلناش يتنحى قبل المقابلات هذو لازم مور المقابلات هذو قال لك لا كاين وقت توقع قال لك لا كاين وقت من المقابلات هذو في وقت في مارس هذه اللي حبيت نقول ابري مارس ابري مارس الاول من الحصه في زوج كلمات الوقت المناسب باش يرحل غوركوف ولا لا وقت المناسب ابري لي دو ماتش محمد اللي روتور شي صعيب كمال واحد ما دخل في مخ تاع غوركوف ماش عارفين واش محمد دوك انا انت تقول لي مانيش اليز معاك في البلاطو واش نقول لك انا فاروق هو نقول لك روح حنا شوف دوك كل واحد يروح ماهيش بيت سهوله كمال ما راهيش بيت سهوله ولا حد يروح غوركوف سي المومو خاطر لما راحش اليوم جوليا غير يقعد جوليا ما عندكش الوقت. رفيق تشوف انه روراوا عنده البديل ولا في هذه الامور التصريحات هذوما روراوا قرا لهم حسابهم كما يقولوا لو بلون بي انا في رايي اكزيستي عند رئيس الاتحاديه وعلى باله وقتاش الدوا جير باش يدفع رئيس المدرب الوطني الى الرحيل سيرتالمون اذا كان هناك يعني رحيل للمدرب راح يكون سيرتالمون بعد مارس فاروق
راح تكون له مقابله مع الرئيس، رئيس فيدرالي، وراح يوضح له دوك حنا ما نقدروش نعرفوا كما قال شيخ موح، ما نقدروش نعرفوا بالك بلي هذا المدرب هادي واش حضر في كندا، بالك حضرها هو 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 ستان فورماتور، بالك المنتخب جاء كبير ومن بعد مور مارس لي دو ماتش هذوك مع ليثيوبي ولا دار دي ريزولطا، راح بالك ما مش الشعب راح يقول لك غوركيف غوركيف، حنايا كف ان ماتش يولوا نرجعوا نطلعوا كيما ماتش نرجعوك. صحيح، شكرا. كان هذا هو الجزء الاول، فاصل ونواصل في الجزء الثاني من الحصه، وقضيه سخونه على هذه القضيه الاولى احتمكم بزاف. في الجزء الثاني من حصتكم الداخل الديزويت، في الجزء الاول كنا عالجنا قضايا تصريحات غوركيف مع الضيوف تاعنا وايضا المحللين، في الجزء الثاني راح نتحدثوا على قضيه ربما تهم الشارع الجزائري، تهم اللاعبين وتهم ايضا المسؤولين، هي قضيه تسقيف الاجور، لكن ماشي بهذاك الموضوع اللي تسقيف الاجور تحت 100 مليون. تصوروا بان هناك احصائيه ووثائق تحصل عليهم تلفزيون النهار انه اكثر من نصف لاعبي البطوله الوطنيه لو كان يطبقوا القانون هذا تاع 100 مليون راح يتوجهوا للبطاله، لانه راح نشوفوا اغلب النجوم في البطاله. ما نطولوش عليكم، اعطينا الجنجل تاع قضيه الاسبوع الثانيه وبعدها نشوفوا هذا الفيديو. اكثر من 50% من لاعبي الرابطه المحترفه الاولى مهددون بالبطالة الموسم المقبل. نعم هي حقيقة، فحسب الوثائق التي تحصل عليها تلفزيون النهار فإن 196 لاعبا من أصل 369 يتقاضون أجورا فقط سقف 100 مليون سنتيم، وحسب الاتفاق بين رؤساء الأندية حول قرار تسقيف الأجور فإن 173 لاعبا فقط يمكنهم خوض موسم جديد مع نواديهم، فيما سيجبر الباقي البالغ عددهم 196 لاعبا على الرضوخ أو سيجدون أنفسهم بدون عمل. On a décidé avec le président le plafonnement c'est 1 million dinar pas plus de 1 million dinar brut. هذا القرار وجد معارضة شديدة من اللاعبين الذين أكدوا تحديهم لرؤساء الفرق، لأن تطبيقه أو القبول به هو إهانة للاعبي الجزائري. كان نشوف في تونس وفي المغرب وفي مصر أميد طوال فوق كتف أكثر منا، ما كاش هاد البروبلم قاعدتك تاع 100 دولي سالير وراهم كثير دي زانفراستريكتير ودد النقدايا وتشوف بلي كاين نيفو. وأمام رغبة الرؤساء الجدية في تقليل الأعباء المالية بسبب التقشف، يقابلها رفض اللاعبين القرار جملة وتفصيلا، وبذلك لن يكون أمامهم سوى الهجرة. جوار يقول بلي أنا جوفو بلوس كو سا، خويا رحت في أوروبا. أو مثل ما يقول المثل، أحمل ولا أهمل. رفيق ماشي البطاله، احنا حبينا نديرها شويه اثاره، لانه لاعبين خدوا هذا القانون من مبدا برينسيب، قال لك احنا من ناكسبتيوش هذا القانون حتى لو كان ما نسينيوش، نقعدوا ابلو ما نسينيوش. احنا كنا قعدنا دردشه مع بعض اللاعبين، هذا هو المعنى تاع بدايه. نبداو بك رفيق، هل تشوف بانه هذا القرار منطقي؟ شوف البلافونمون ماروش منطقي، ليس من حق الاتحاديه تفرض على الانديه دير بلافونمون، ولكن من حق الاتحاديه ومن واجبها انه دير لي ميكانيزم باش تخلي الانديه هذه ما تخرجش فايت. لا دي ان سي جي كي نحاوها، نحاو لا دي ان سي جي اللي كانت ربما من 2012 كان حكمها مشراره، كانت حتى دوكا 2015 2016 كانت ربما تعطي سياسه ولا قاعده للتسيير الاحترافي لهذه الانديه. اليوم ان جوار يدي 1 مليار بصحته، ولكن هل الجوار هذا يدخل 1 مليار للكلوب تاعو؟ هذا هو المشكل. النوادي حنا راه حاكمين في الاجزاء، ماناش نهضروا في صلب الموضوع. جوار تمدلو 1 مليار دو سنتيم، اسكو يدخل لك دراهمو؟ اسكو انت هذا الجوال اللي رونطابل؟ اسكو لو كونطرا تاعو عندك 4 ولا 5 سنين كي تعاود ترونسفيريه يعاود يدخل لك الاموال؟ الانديه اليوم تجيب دي جوال تمد لهم رواتب خياليه بصح بلا ما تدخل مقابل ذلك اموال. من حق اللاعب اليوم يدي لو سالير اللي نيغوسي به مع الكلوب بلا ما يديروا بلافونمون، لكن من المفروض اليوم باش نبوسيو لي كلوب يعني ينقصوا من حجم الديون، انه ما تخليش النادي يصرف صرف اكثر من اللي دخل دراهم. سي صح، هذا هو البروبليم. فارق انت راك لاعب نقولوا في احد الانديه نديروا صالير اللي نعطيه ولا قليل عليك خويا قالوا نقولوا 250 مليون،
يجي لك بريزيدون ما لحقتش كاع ما لحقتش هذا معليش نقولوا دوك على حسب لو كان عندنا فريق بالقايد دوك في كاش كلوب شحال نعطوا معليش معليش فريق تبع يجي لك بريزيدون يقول لك انا درنا قانون العام الجاي ما نقدرش نعطيك 100 مليون كيفاش راح تكون رياكسيون تاعك انا نورمال اون جوار ولا تمشي كاع هكذا نورمال ولا في الفريق انا بريزيدون نثق فيه ولي جوار دايرهم كاع كيف كيف انا لعبتك دايا على ليبوك تلعب جياس كاين مدلنا بريزيدون بلاص كاع كيف كيف جامي جيت علاش تمدلنا ندو كيف كيف لي ميور دايا ما نحبش انا تحقر لي واحد تمدلنا كي وي نورمال 100 مليون سي دلارجون مي بلافونمون هدايا ما كاش من هادي تاع بلافونمون هذا يقدر بريزيدون بريزيدون بلا بلافونمون هادي انا نديرها بلا ما يقول لي انا رئيس فيدراليه ولا انا ليكيب ديالي نعرف كيفاش نمشيها نمشيها 30 مليون مدل 30 مليون ما نديرش انا 100 مليون علاش ندير 100 مليون بالك الجوال ما يستواش 100 مليون اسمح لي فارغ محمد كاين لاعبين ما يقول لك حنا رجله ونيف لو كان يطبقوا هذا القانون ما نلعبوش ما يلعبوا يلعبوا حكم ما مستحيل ترمي على 100 مليون كما تكلم دوك فريق فاروق تعطيني 100 مليون ولكن ميسي كمال ما يخلص كما نيمار ميسي يخلص اكثر من نيمار لان ميسي نجم ما هو يقول لك 100 مليون بروت يعني ماشي كاع 100 مليون كاين اللي دي 100 كاين اللي دي 50 كاين اللي دي 10 البروت انه نو البروت عاد يولي 70 كيولي عنده يخلص لك ناس ويخلص ديال جي خلينا نولي الفارق واش رفيق واش تكلم قال الاتحاديه حبت تفرض تسقيف الاجور تفرض تسقيف الاجور على نادي خاص لما تكلمنا على رخصة المدربين قلنا لابد تفرض على الأندية وهي تفرض الاتحادية ما تقدرش تفرض باش نكونوا متفاهمين هيئة مستقلة تابعة لله فيفا ما تقدرش تفرض قال لك احنا ما نقدروش نفرضوا على الأندية لأن يعني شركة بريفي ما نقدروش هما قال شركة بريفي ما تقدرش تفرض تسقيف الأجور على الأندية صح الأندية راهي ديفيسيت نروحوا نسمعوا تصريح تاع محمد روى في الندوة الصحفية يوم 9 جونفي اللي من تما بدات اصل الحكايه ا تيتر ديكزامبل لي ماس سالاريال اوجوردي سون لو غرو فاردو دو تو نو كلوب سي 90% voire un peu plus de budget d'un club et cela est inadmissible il va falloir que tous les clubs corrigent leur manière de gérer les salaires leur manière de gérer leurs joueurs leur manière de gérer leur budget Aujourd'hui, pratiquement tous les clubs sont déficitaires, ce qui est dramatique et nous ne manquerons pas de le signaler et de l'examiner dans une prochaine réunion avec les présidents de clubs, c'est que malgré le déficit, la masse salariale augmente d'année en année. Mohamed, la masse salariale augmente d'année en année, et nous avons vu le mouqabil, nous avons vu l'Andia Mouflisa, Amouel, l'Ihtiraf, d'aimant la régime d'Ianat de Doula, le mouqabil, les salaires sont les salaires de l'Italia. Dès le départ, c'est une mauvaise gestion. هذه هي ديال ديبار سواء في الكلوب سواء كذا حنا نرقدوا على قانون نصبوا على قانون انا نشاطر بالقايد على انه قل كلمه شابه باسكو هو جاز عليها ونزلت عليها اون طونك جوار قال اذا كان هذا لو سالير 100 مليون نديه انا ويديه اللي معايا وكاين فيه سواسوا نديه بالسيف عليا ما كانش كيف يروحوا يروحوا اللي يديروا اللاعبين يديروا كما تقول انت يديروا لا غريف ولا يديروا كذا ما كانش كيف يدير لا غريف انا اللي كنت نلعب لا اسمح لي محمد اسمح لي اسمح لي ندخل لك بيت القصيد انا اليوم انا كنت نلعب جوار راحت لا كارير اليوم نخدم في شركه كنت نخلص طون اليوم راني نخلص طون البعد وي وتتقبلها سي نورمال تتقبلها قناعه كيف كيف اليوم غدوه تنتلق البطولة الجزائرية في القسم الوطني الأول المحترف أو في القسم الوطني الثاني المحترف يتمشوا بالطريقة هذه يتمشوا بالطريقة هذه طيب محمد دوك أنا نعطيك أنه اللاعبين صعدوا في 2014 لما داروا بلافونمون 120 مليون في الجولة الأخيرة تشفى اتحاد العاصمة كان اللي كان روراو كان الوزير في اتحاد العاصمة وفاق سطيف في ملعب بلوغين اللاعبين توقفوا خمس دقائق في بولوغين وفي كل ملاعب العاصمه لانه اللقاء كان متلفز تما بين اتحاد العاصمه وفاستي اللاعبين كانوا احتجوا خمس دقائق داروها وقفوا اللقاءات خمس دقائق قال لك ما نقبلوش بهذا القرار هذه المره قال لك ثاني ما ناش قابلين ونتحداو الانديه لانه علاش لاعب عنده فتره صغيره لازم يبروفيتي بول برينسيب اسمح لي محمد بول برينسيب
الجوار عنده الحق، ما تقدرش تفرض، ما عندناش في السوسيال هنا كامل الدوكي كيف اوني بروفيسيونيل. اذا كنا هوات اليوم، اذا كنا هوات نطبقوا المبدا كل الاموال يعني الرواتب يكونوا كيف كيف. اليوم قلت لك لا فيديراسيون راحت للاجزاء تروح تبوسي لي كلوب ديال البلاتفورم، ماشي من حقها، كان من المفروض تتحمل المسؤوليه تاعها. نديروا لا نورولونسي لا دي ان سي جي، المديريه الوطنيه لمراقبه الحسابات، تراقب حسابات الانديه وترافقهم. اليوم ترافقهم غدوه واش مع واش معناتها؟ كي جا اليوم ان كلوب، ان كلوب يدخل 10 مليار ويصرف 80 مليار، هو ماهوش متحرج انه يمد فوق الامكانيات تاعو. كي تجي لا فيديراسيون ديال لا دي ان سي جي، هاد لو كلوب اللي اليوم يتراكموا عليه الديون، ما تخليهش اليوم، ما تسنياتعليهوش لي ليسونس. قال انت عندك ديون، عندك ديون اوكي، عندك ديون 15 مليار اوكي، لي لا مسار تاعك في الشهر 3 مليار، صافي في 10 موا 30 مليار، صافي 45-50 مليار بلا لي ديبلاسمون. اليوم يقول اعطيني اعطيني يعني الضمانات الماليه اللي تغطيه الموسم تاعك. اذا ما عندكش الضمانات الماليه ما نقدرش نسيني لك، سمح لي كمان ما نقدرش نخليك تمد هاد لي ليسونس وتصرف اكثر من الامكانيات تاعك. اليوم لو كان درناها في ربع سنين نلحقوا اوتوماتيكمون لي كلوب، حتى نقربوا اكثر. وشك تهضر رفيق، راح نشوفوا هاد هاد الصور، هاد الاوف هذا تاع لي سالير تاع مولديه الجزائر تاع هاد العاصمه. اللاعبين هاو كيما راكم تشوفوا معنا الجمهور، اللاعبين في اتحاد العاصمة مولدية الجزائر عندهم لي صالير الكبار كامل في البطولة الوطنية، بمعدل مولدية الجزائر 4 ملاير في الشهر و300، واتحاد العاصمة 4 ملاير و200. لو كان هذا القانون يطبق راح يقعدوا لنا 4 لاعبين في اتحاد العاصمة اللي هما بالخماسة شافعي فرحات وبايتاش، هذا الرباعي فقط اللي يدي تحت 100 مليون اوفر. في مولدية الجزائر عندنا عندنا شيتا وبمبراهم اللي يدي 100 مليون وبشيتا يدي 40 مليون. يفالي يفالي ماسا لاريال لا ماسا لا هما هما اللي على ليميت ديال البلافونمون باش يكون الفرق. لاعبين راهم دوليين بالخماسه كيف فرحات لي جوار ماشي كيف كيف. رفيع المشكل الشتاء لاعب اساسي في مولديه الجزائر وتشوف واحد دولي يخلص 40 مليون سنتيم في الشهر، وكاين لاعبين اسمح لي نكمل لك، لاعبين في البونتوش وربما ما يلعبوا حتى مقابله عندهم 200 مليون. تقدر تي بو ريفوار لو كونطرا تاعك لاوس وقت السينيا شي تاع اسكو عندهم 40 مليار. تي بو ريفوار لاوس 40 مليار شي تاع سالير برك شي تاع قالوا باللي زعما سوا ديزون يفو ريفوار في لو كونطرا تاعو. واه ما صافي صافي استجور ما شافوش لو كونطرا تاعو صافي استجور. قال لك باسكو هو عنده لاج صغير ما يديباسيش سوا ديزون في الشركه اللي راه يتخلص اسكو نجم نذكر اسمها شركه سوناتراك، هي اللي قالت باللي محسوب هسيت ان جون في لا كاتيجوري جون هاو لو مونطون اللي نجم يطول. ما كاش من هذه ما كاش من هذه ما يشوفوش في العمر يشوفو في الامكانيات. الله يفتح عليك واحد، الله يفتح عليك. خليني نكمل لك انا واش حبيت نقول لك. هذا الانسان هذا الانسان اليوم لو رد على شيتا لا لا لو رد عندنا فرحات وخمسه فليش لو روندمون تاعو لو روندمون تاعو اسمح لي لو روندمون تاعو هذا الطفل هذو اللاعبين اللي يلعبوا في الفريق الاولمبي كيفاه ما تشوش تبدل له لا سوم دو دارجون تاعو في الشهر يولي يخلص 100 ولا 150 مليون، وتشوف واحد اللي قاعد في البون دو توش يخلص 200 شوف هنا تولي للمناجر. دوك انا بريزيدون شيتا سينيت مع بربان حنا تما علاش لازم نزيد له؟ ما عندوش ماناجير ما عندوش حنا اللي خدمت علاش دوك حنا نيمار حنا سي الماناجير مو حنا انا 40 مليون تساعدني امسيني معايا 4 زعما اكزومبل شيتا تري بون جو ب 4 ب 40 راه في يديك انا كيما نحب ما واحد ما يقول لي زيد له بصح كل عندك ماناجير كيما لي الي طلونجي الي طلونجي عندك الكونطرا تاع جوا عندك لا راه اوبجيكتيف تلعب من مع الكونطرا خويا كي يحب يراه راح نطوك جون ما راح نطوك سينيور اسنا فاهمك راح نطوك جون الى ديسبيتي هذا لو كا دو شيتا باسكو يا بوكو دو دو لي كات 1000 لاعبين صغار مي لعبوا ينشطوا في لي جون عندهم امكان البلاستهم عندهم في ليكيب ا ولكن الناس ما ديش فيهم ثقه والناس الله غالب حتى كي يروح لهم كيما كنا بكري يروح له باش يولي يعرف قيمته. لا تشوف ان فرحات ولا بالخماسه اللي يدوا 100 مليون في الشهر انا حنا نحتفظوا احسن لاعبين في البطوله الوطنيه سي الكونطرا فرحات كيفاش سينياولو سينياولو الكونطرا ديالو هكذا سينياولو ما كاش كيما في ليطولوجي الكونطرا قال يجيك طون ماشي الكونطرا ديالك هذا ما يمنعش باللي لي جوار واحد اخرين يقبلوا بهذا الصالير كي رانا نشوفوا. نولي بك شويه للوراء في الاصلاح الرياضي رفيق عباك كاش كاين يخلصوا اللاعبين على حسب المستوى الدراسي
انا عندي مستوى تاع السنه الاولى ولاعب لاعب اللي هو اختيار لا فعلا ما تقدرش مستوى الدراسي اللي جوه لا لا علي فوق معليش ولكن الفكره ديالي اللي يقول لك في الاصلاح الرياضي كانوا يخلصوا على حسن المستوى الدراسي. انا لاعب رايد شباب القبه ولا سر القبه عندي الدراسه مستوى الدراسه السنه الاولى ولعب يعني مثال ولعب احتياطي لربما عنده الباك يخلص اكثر مني وانا من الفريق راكد فوق داري يعني عده لاعبين من بكري هذا السؤال طرحنا على الوزير مازالو حي جمال حيحو قلنا له من مستحيل نقبلوا هذا الشيء ردونا ثلاث دقائق أفهم. نروح نشوفوا نسمعوا راي الجمهور في واش رايكم لانكم انتم ثاني حصه حصتكم انتم يمكن تشاركوا فيها. اعطينا تصريحات الانصار. ما شكيتش وكان يطبقوه ب 100 مليون مليحه فوق ال 100 ماكش لي يدي فوق ال 100 وخلاص مليحه بقوا اخو باش السمسيه وما قبلوا ما داروا والو وفليك فسمو ف شامبيون تاعنا في الجيري ما كيحتاج جوال يسال فوق 100 مليون خويا العزيز جوال واللي راني نشوف فيهم ناسيونال ان ما كاينش اللي يستهل فوق 50 مليون والله ما يستهل واحد شوري لي واحد وري لي جوال شباب ما كاينش والله ما يصح والله ما يصح باسكو نقول لك علاش ما ينفعش كل بريزيدون ماشي مخلصين يقدروش يجوا على كلمه واحده سي با بوزيبل ما كاينش منها اللي عنده دراهم يخطب للاعبين واللي ما عندوش دراهم يكولي هذا هو بريزيدون دونك تاع بريزيدون كيما الحراش يقدر يشري جوار ب 200 مليون ما يقدرش بصح حدد يدير يا هضروا بصح ما يطبقوش المفعول ما كاش اكتب لي جوار يستهلو قيمه فوق 100 مليون ما كاش كاع ما يستهلوش ما كاين والو النيفو حنا عندنا النيفو هنا في الشامبيون لو كان جا عندنا النيفو كاين لي جوار في ليكيب ناسيونال واش راح نقول لك يا خو العام اللي فات داروا تسقيف اوجور ب 120 مليون وما نجحوش كاين حتى يدوا حتى ل 560 مليون دوك كيما بليلي كان يدي 560 مليون وهذا العام هم داروا تسقيف اوجور ب 100 مليون انا ما شكيتوش راح ينجح 100 مليون كيفاش العام اللي فات داروه غير ب 120 مليون ما نجحش هذا العام ب 100 مليون ينجح ما ينجح كيما تبان راي الجمهور قال لك ما كاش اللي يستاهل فوق 100 مليون بدليل ربما يقولوا المستوى ما كاش ما نشوفوش المستوى تاع الشامبيون ديالنا يهضروا هكذا مي الفوتبول ولي في البروفيسيوناليزم دوك انا بريزيدون هي تولي انا بريزيدون او دوكا لو سما حداد علاش غير هو اللي قال اللي تي كونتر البلافون قادر على هادي انا دوك بريزيدون عندي كيف نقدر ما نزيدش فوق 100 انا نديرها ما يديرها لي راواني فلان انا نديرها حبوا يجوا يلعبوا عندي ما جاوش انا لعب لا ديزيام بلاص انا تما هكذا كاع لعبوا شامبيون بوديوم لو كان كاع الناس كيما في ليترونجي كاع كي مانشستر كي بارسيلون كي مدريد كاع يلعبوا تيت كاع عندهم دراهم بزاف يلعبوا كاع يشالوا لي ميور جوا تولي لي زونشير في الموندونتي كاين كات في كل شامبيونه باسكو علاش كلوب لي دار الشامبيونه باسكو علاش الميزانيه ديالهم كبيره دوك خيطافي ما يقدرش يلعب لوكا بالقايد برك قلت كلمه شابه لوكا دو ليستر هكذا اكطويلمون العام هذا عندهم دي جوار مويا نحكي مع واحد قال لي ودي فالا قلت له هادو اللاعبين لازم يتباعوا تاعهم باش يطلعوا له شيف دافير تاعهم امبوسيبل يكون يغاردي علاه باسكو ما ينجموش يغارديوهم ساكو تشار هادو ربما عطيتني واحد التمهيد باش نتفرعوا النقطه واحده اخرى رفيق ما تشوفش بلي انه هذا القانون الانديه اللي يوالمها طبقوا اللي ما يوالمهاش عندها الحق باش ترفضوا كيما راح يكون نورمالمون كيما قال فاروق قال لك علاه يوبليجي تيزي لا فيديراسيون التقسيم لوجيك شوف اربع انديه تلعب البوديوم وتلعب انا لعبت انا يخلص ماشي بهالطريقه ماشي في اسمع يخلص عام تلقى واحد 13 14 جوار يسالوا 4 موا 3 موا ومازالوا في الفريق راح يبدا لاني بروشان وراه يسال 4 موا ومازال ماكش قادر علاش تمدلو 200 و600 هضرتو على لايستر كيما قال خزروني لايستر يبيعوا علاه باش يضمن يكون عندهم ان بيدجي لي سيرو بي باسكو في ليترونجي تكون ديفيسيتير تحبط ديك لو كلوب يروح اليوم حنا هاو لا يهبطوا لا يهبطوا ديفيسيتير كل انديه مفلسه كل عام اللي جاي يلعب لا شامبيونز ليغ لازم عندك لي سماش هضر على لي سما غير حداد اللي رفض اسكو لو كلوب تاع الاتحاد الجزائري ديفيسيتير علاه باسكو لي كلوب ماهمش رونطابل نقول لك علاش اليوم ما عندناش انفورماسيون كما نديروا بارادو تشوف يولي فريق غني جدا لانه عنده انفورماسيون تاع دي جوار ديالو اكسبورتابل ا ليترونجي وعلى بالك نتوما لاندمنيتي دو فورماسيون يتخلصوا عليها يعني ان مونطون كبير ومن عندك لاندمنيتي دو سوليداريتي عندك 2.5% من شاك ترانسفير ان ب 70 غدوه بالمونبيدي
من مونبيلي يروح جون سي با مانشستر يونايتد بقيمه كبيره 2.5% عندك لو جوار عندك لابيتري لابيتري اللي تلعب دور كبير حنا ما عندناش نو مازلنا مازلنا التيكي مازال اسمح لي كمال التيكي مازال 30000 الكلوب ما عندوش 30000 ودخل ما يشوفش شوف اسمح لي ما يهمنيش اسمح لي شوف ما كاش مستوى راني نلعب لي ستات تاعنا 30 ما كاش مستوى اوكي لو سيبورتير ما يخلصش اكثر من 30000 راني معاكم وعلاه اسمحوا لي معليش نهضر معاكم اليوم رانا عم يدخلوا لي ستاد يشوفوا لي ماتش اليوم نهضروا سي بلون ايكونوميك لو كلوب اسكي دي رونطاب خلينا من الفرجه الكرويه ما كاش لو كلوب علاه يمد 300 مليون جوار ويخرج ديفيسيتير والدوله تتفرج علاش قولوا لي وشنو هي المعطيات لو كان جينا في ليترونجي اسكو دي كلوب هادو يقعدوا ما يقعدوش خلينا من الفرجه الكرويه الفرجه الكرويه تسقمها كيبداو يدخلوا لك دراهم قلت لك عندك الترانسفير دي جوار عندك لابيتري مهمه جدا وعندك لو سبونسور ماجور لو كان اليوم نعطيك ان سامبل اكزومبل الكلوب اللي قاعدين هكذا قاعدين حفظ الدوله تعطينا دراهم ماشي هكذا عندك ناخذ اي ستاد حكم ستاد تاع بجايه اسمح لي لو كان عندك ستاد تاع بجايه لو موب دو بجايه هو يدير ستاد يدير تيكي 100000 والناس تدخل عندك لي زابوني دخل دراهم ولكن تقعد تسنى غير في الدوله وتبقى 300 مليون تاع ديفيسيتير سو دي با نورمال اسمح لي راح نقطه واحده اخرى ربما ما تشوفش باللي انه هذا القرار راح يدفع اللاعبين باش ربما يبداو يحوسوا وجوههم العروض في ليترونجي مام لو لي سالير ماشي ملح صح يروحوا بدليل انه شفنا كاين بزاف لاعبين عاودوا له البطوله الوطنيه قدور بالجلالي يحيى شريف وايضا بعض اللاعبين عوديه بدبوده علاش قال لك انا نروحوا نغامروا نحترفوا لي سالير قلا تلقاه يدي 60 مليون 100 مليون الو كيف الجزائر كاين دراهم قال لك انا ندو دراهم شي فرصه لعبوا في الشامبيونات الجزائر سي جاب بالجلالي ولا بدبوده يحيى شريف جابوا كاع ولاو الجزائر بانه في الجزائر فيها دراهم هكذا كي جابوا بلي سير كاسبيسيال ميمليزيمي المغتربين علاش يقول لك بلي دونك في الجزائر ما كاش دراهم دوك الجوار يقول لك انا في الجزائر ندي 100 مليون نروح نديها في فرنسا دوزيام ديفيزيون غير ما تشوفش بلي هذه النقطه ايجابيه ديفيزيون دو دي باس با واحد 4000 يورو 4000 يورو في السكوارت تبيعها 4000 يورو في السكوارت فرنسا دوزيام ديفيزيون هم لعبوا كاين اللي لعبوا او لعب يحيى شريف لعب مثلا في الحقول تما ولا باسكو لو سالير كيما قلت لك في الجزائر بلوز ايلفي على الشامبيون اللي لعبوا فيها اوتوماتيكمون يجي للجزائر باش يدي دراهم معليش بصح غدوه ندخلوا للواجهه هادو اللاعبين كما قال محمد ما شفناش كره ما شفنا حتى حاجه بصح المشكل وراه المشكله عند لي رؤساء الانديه هذه يا عندك دراهم وتخدم الفريق ودير لو كلوب ترجعوا بروفيسيونيل يا تخلي الفريق كما بكري نعاودوا له لونسيا سيستم اسمح لي لونسيا سيستم محمد لي سالير كاع كيف 100 مليون في سطيف ولا في المولوديه ولا في السي ار بي كل واحد يلعب في حمته كل واحد يلعب في حمته تبع الريزومون تاع رفيق يعني تحبطهم كاع للديدو تولي عندهم ديدو تاع شحال 32 كيف ولا 40 ولا شنو بصح ميم الا تعطيهم سالير كيف اسكو يكون دي كونكونس بين لي جوار انه اليوم ندخل على 100 مليون ما كاش مستوى رفيق شوف كاش مستوى اللي باش يريحوا تو اكزومبل تاع مدير طارق كمال اللي مع 100 100 يدي 100 شوف في هذا السؤال طب لحد السؤال المير يدي شوف لي سالير اللي كانوا خلينا محمد اسمح لي باش نطرح هذا السؤال ولو شوف لي سالير اللي كانوا في الدربي بين مولدية الجزائر وتحت الجزائر 8 ملايير ونص لي سالير تاع لي جوار اللي كانوا لداخل ما شفناش دو باس ما ناش نشوفو ما نقعدوش نشوفو بصح اليوم نقول لك تقول لي البروبليم انا بريزيدون يجي لي جوار يقول هل لك هل اليوم هل نبروبوزيك لا كيسيون هل اليوم كي تمد لهم 10 10 ولا 100 100 هل قدمت حل قدمت حل ما قدمتش الانديه ما توليش مفلسه تولي مفلسه الانديه 10 ملايير الانديه تولي مفلسه ما تدخلش دراهم الانديه الدوله باك تعطيك 5 ملايير في العام تقدر دير بها شوف نقول لك شوف عندك قلت لك لي كلوب في اوروب عندهم ثلاثه حوايج يدخلوا بهم دراهم قلت لك لابيتري ترانسفير دي جوار ولي درواتي لي درواتي لي اليوم كمان حل مؤقت حتى المرافقه الدوله للانديه حتى 2018 حتى الاعانه تاع الدوله ما تقدر اليوم تقدر اليوم انت تقول لي ما كاش مستوى ما كاش لي دات ولا ما كاش لي جوار يسالوا يا كمال انت جوار اسمح لي اسمح لي الجوار كاع تعطيه له 100 مليون 100 مليون هو الغالي كاع يولي ما يسالش 100 مليون تقدر تخلصو كمان في بروفيسيوناليزم حنا اوم ونديرو لو سيمي بروفيسيونيل باش ندخلوا البروفيسيوناليز اسمح لي خويا الواحد المخرج يقول لي ما كاش الوقت عطيني الحل في رايك واش رايك في هذه النقطه في هذه النقطه انا ما شفتهاش في الكلمه الاخرى تشوف الكلمه الاخرى اللي راك تشوف فيها نقولوا باش نختموا ربما هذا الحوار كلمه واش تشوف بلي هذا الحل يقدر يعاون الكره الجزائريه ولا هذا الحل ولا هذا القانون ما راح يطبق وما يشوفش كاع الفور كما اللي قبله ما نظنش بلي راح يطبق واللاعبين تكون فيه مشاكل بالك بالوقت وفي نفس الوقت مليح ولا ماشي مليح
او طونك بريزيدون دو كلوب بالك انا فولت لك بالك تولي بريزيدون دو كلوب يساعدك ولا لا؟ لا انا باش ما نخلصش بزاف دائما يساعدني محمد. انا نقول فوضى عارمه. فوضى عارمه كل واحد يلا في حومته. فوضى عارمه راهي صح. القنبره في الناسيونال طرا حومتك ما كانش فايت فاروق. لازم يلقاو حل بين الرؤساء والمام اللاعبين. ما لازمش اللاعبين دوكا كما قلت لي محبوش حبوا يقاطعوا وكذا ولا فريمون ايزون ديسيدي بلي بلافورمون. ومن بعد مام البيبليك برا كي تهضر معاه يقول لك بزاف دراهم ما كانش جوال. ومن بعد انت يشوفوا لي جوال داروا ان غريف ولا بويكوتاو الفوت الشامبيونا يقول لك هادو هادو جهلوا هادو ما مالا تما غدوه سطاد راح يولوا لي كريمه باسكو غدوه يقول لك هادو راهم بالسيف حبوا يدوا 300 و200 وحنا انا نهضروا بما كاش فوتبول. انا ما راح تكون فوضى. ثواني فاروق هنا بيتكلموا على مصير لاعبين رفيق. المسؤولين عم يتكلموا على مصير لاعبين ولكن المشكل ما يشاركوش اللاعبين في الحوار. وي رفيق لازم تكون انسان لا في الموسي انتي ايجابيات وسلبيات. لا لا الايجابيات والسلبيات تاع هذا القانون هي في هي الايجابيات انك سير مومونطاليمون تنقص حجم الدول لكن حتقضي على روح المنافسه وما يكون عندك حتى امل في تطور امكانيات اللاعبين اللي يخلص 100 مليون يلعب ولا ما يلعبش كيفو كي اي واحد نجم في الفريق. من المفروض سمح لي فاروق شي كاع 100 مليون فاروق كاين 46 ما يهمش ما تقدرش ما تقدرش انا مؤمن انا مقتنع بلي هناك فوارق في مستوى اللاعبين راح يكون لازم يكون فوارق في الدخل تاع اللاعبين. اليوم باش نحلوا المشكل ما نديروش سوسيال يكون عندنا الشجاعه ونرضوا لا دي ان سي جي وكل فريق يمشي على حسب امكانياته. كي دير لا دي ان سي جي كل كلوب اللي اوبليجي 15 ملايين على حسب امكانيات تاعو. رفيق يعطيك الصحه سي بليزير توجو نشوفوك معنا محمد ثاني. الله يسلمك ميرسي بوكو خاصي سعيد. مونتيسيبيتش بزاف اللعب انت اليوم. لا قلت لي خلينا نختم الحصه فاروق يعطيك الصحه ثاني كنشوفوك في الاعداد القادمه.